تشافي، الكرة تمس يعدي الأرجنتيني وزع جول. فعلا خطر، فعلا خطر. نيمار برشلونة والكرة المضمونة، ترسانة كتالونية مثالية. ميسي، سواريز، ونيمار ملوك هذا المشوار. نيمار الغدار الغدار، بداية كهربائية، بداية نارية للكتيبة الحمراء والبنية. شوف ليو تصل الكرة الأرجنتيني اللي عادي بلمسة يد، الحكم يطلب اللعب ونقاش كبير. ليو ميسي، كرة جول، كرة جول، جول الشخصية. هذه الكرة وهذه لمسة اليد لليو ميسي، والحكم مونديانو ماينكو شاهد ما شافش حاجة، شاهد ما شافش حاجة. لويس سواريز الأوروغوياني بامتياز، وتقدم برشلونة بأجمل كرة مضمونة. أوه شاي كبير رغم هذه اللمسة اليد، وتعجب كل دفاع الأتلتيكو. حرام حرام حرام، تقدم بهذا المكان بلمسة يد سابقة لليو ميسي. منطقة الجزاء وليو ميسي يقوم بالاعتراف، مونديانو ماينكو يعطي ضربة جزاء. هنالك تدخل واضح من ليو ميسي، وقرار سليم وضربة جزاء، ما فيهاش كلام، ضربة جزاء مليون بالمية. في هذه اللحظات الكروية اشتعلت المباراة يا ناس. في هذه الأوقات بين الأتلتيكو وبرشلونة أصعب حكاية. مونديانو ماينكو قاضي المباراة. الكل في الكل، الجمل بما عمل. إما أن يعود الأتلتيكو أو أن ينهي برشلونة المباراة. بالراحة يا حبيبي بالراحة. يمشي مانجوكيتش، يتقدم، يسجل جول. مشاهدينا الكرام، ترجع من جديد حديدية وقوية في هذه السينما. أوفسايد راكيتيتش، ميسي، يوش اوفيك ميسي 3-1. Sada se rešeno. Lionel Messi. Odlična akcija, nije bilo ofsajda. Rakitić je ubacio loptu u sredinu, a tamo je Messi sačekao poklon od